بالطبع توا كما قلت لك توينا صفحة ماتش الفارت قدمنا ماتش عنا هدف هي 3 نقاط لازم نجيبوهم بأي طريقة بالطبع باش نقاتلوا عليهم ومدرب هو اللي باش يحط الخطة التكتيكية إن شاء الله اللازمة ونحن كلاعبين إن شاء الله نطبقوا اللي قلنا عليه الإطار الفني وخاصة في النهاية إن شاء الله نجيبوا 3 نقاط اللي هي هدفنا وهدف الجميع إن شاء الله. We'll be right back.